لذلك أعلن كوبر المدير الفني للفراعنة عن تشكيلة فريقه استعدادا لملاقاة أوغندا. واستقر كوبر حيث قرر الاعتماد على كهربا مهاجما وحيدا في المباراة على أن يعاونوا الثنائي محمود تريزيجي ومحمد صلاح. ومن المقرر أن يبدأ المنتخب المباراة بتشكيل مكون من عصام الحضري في حراسة المرمى، الرباعي محمد عبد الشافي وأحمد حجازي ورامي ربيعة وأحمد فتحي بخط الدفاع، خط الوسط مكون من طارق حامد، محمد النيني وعبد الله السعيد، وفي الهجوم محمود تريزيجي ومحمد صلاح ومحمود عبد المنعم كهربا.